ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ان شاء الله هعمل النهارده معاكم وصفه جميله قوي وسهله. هعمل معاكم البوفتيك بطريقه جميله حلوه وحلوه قوي، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله مش هيفكوا منكم. وهقول لكم ايه هي ايه المقادير. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصل لكم كل وصفاتي. اول حاجه حبايب قلبي، انا معايا هنا نص كيلو من البوفتيك. البوفتيك زي ما انتوا شايفينه كده، انا خليت الراجل الجزار دقهولي بالشكل دوت. لو هو مش هيدقهولك انت هتدقيه في البيت، بس انا بستسهل وبخليه يدقه وبينعمه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا هنا نص كيلو. هنا كمان يا حبايبي مية البصل. انا مش عايزة غير مية البصل لان التفل بيخلي الطبقة بتاعت البوفتيك تفك معانا، فانا ضربته كويس في الخلاط ونعمته وخدت المية بتاعته. بس البهارات معايا توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وتوابل الفراخ، كل دوت معلقة صغيرة بس، معلقتين خل. الخل هيساعد ان البوفتيك يستوي معانا بسرعة، ونص معلقة صغيرة من السكر وزبادي. الزبادي طبعا في اي تتبيلة للحوم او الفراخ بيخليها طرية جدا. ومعايا كمان معلقة من الكاتشب كبيرة، ومعلقة كمان من المسترد كبيرة، هتخلي معانا كمان التتبيلة بتاعت البوفتيك حلوة قوي. اول حاجة هنا حبيبي انا جبت معايا هنا مية البصل. اول حاجة هحط فيها قطع البوفتيك، بعدين هضيف له معلقتين الخل والبهارات وكمان النص معلقة صغيرة من السكر، كمان علبة الزبادي. يعني حبايبي هحط المايونيز والكاتشب سد كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. انا هتبل كده البوفتيك وهقلب البوفتيك في التتبيلة دي كويس قوي. خلاص كده حبايبي زي ما انتوا شايفين انا قلبت البوفتيك في التتبيلة كويس قوي، وانا محطتش الملح دلوقتي. انا بحط الملح لما باجي استخدم البوفتيك على طول، لان الملح بيأخر سوى البوفتيك معانا وما بيخليهوش يستوي بسرعة. انا هسيبها في التلاجة لمدة 3 ساعات، بس طبعا الافضل ان انتي لو هتسيبيها من بالليل تتبليها وتشتغلي فيها تاني يوم الصبح، لكن لو انتي مستعجلة يبقى اقل حاجة في التلاجة 3 ساعات، وهتحطي الملح اول ما تطلعيها من التلاجة وتبتدي تحطيها في البيض والبقسماط. خلاص كده حبايبي انا سبت معايا هنا البوفتيك بعد حوالي 3 ساعات بالظبط. هبتدي دلوقتي احط له معلقة ملح كبيرة، وهقلب كده الملح كويس مع البوفتيك. حاجة حبايبي انا معايا هنا كوباية كبيرة من البقسماط، هحط عليها حوالي 5 معالق كبار من النشا. النشا هيخلي البقس حرقش معانا بسرعة ويلون البوفتيك معانا ذهبي وجميل. وهحط عليه دلوقتي شوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، ابهر يعني معايا البقسماط والنشا. هقلب كده كويس النشا مع البقسماط. في هنا دلوقتي 2 بيضة. دلوقتي حبايبي انا حطيت البيض، وهحط هنا ملح وفلفل وهقلب كده البيض عليه معلقتين لبن كبار. معايا انا هنا حبايبي دقيق، ومعايا البيض، ومعايا البقسماط. هبتدي دلوقتي اخد البوفتيك احطه الاول في الدقيق معانا. هاخد معايا اول حاجه كده قطعه من البوفتيك هحطها الاول في الدقيق. هحط كده البوفتيك الاول كده في الدقيق زي بعد كده هحطه في البيض. حطيته في البيض معايا كده، وبعدين هحطه معايا في البقسماط والنشا. حطه معايا كده بقى واغلفه كويس قوي بالبقسماط والنشا اللي معايا. طبقة النشا زي ما اتفقنا هتخلي معانا البقسماط ما يتحرقش بسرعة ويخلي معانا لونها ذهبي. وانا بحط كده البوفتيك هتك عليها بايدي كويس عشان خلص كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. هخلص بقى بقيه الكميه وارجع لكم. خلاص كده حبايبي انا عملت البوفتيك، هسيبه بقى في الفريزر لمده ساعه وبعدين نبتدي نحمره علشان خاطر الطبقه دي تمسك كويس في البوفتيك.
خلاص كده حبايبي انا طلعت البفتيك، بس بعد حوالي نص ساعة. هو الافضل انك انت تسيبيه ساعة، وهبتدي دلوقتي نحمره مع بعض. انا جبت معايا هنا طاسة على البوتاجاز وحطيت وخليت فيها الزيت سخن، بس اول ما نزل البفتيك في الزيت هخلي درجة الحرارة هادية خالص عشان خاطر البفتيك يستوي كويس من جوه والبقسماط ما يتحرقش بسرعة. خلاص دلوقتي انا حطيت البفتيك، طبعا انا مش هقلب البفتيك على الناحية التانية غير لما ياخد معايا لون من تحت وتبتدي الطبقة تمسك كويس قوي في قطعة البفتيك، هقلبها على الناحية التانية. خلاص كده حبايبي زي ما انتم شايفين البفتيك اخد معايا لون من تحت، هقوم قلباه كده على الناحية التانية. شايفين بسم الله ما شاء الله لونه عامل ازاي، وكمان ريحته وهو بيتحمر ريحته بسم الله ما شاء الله جميلة. دلوقتي اول ما ياخد معايا لون من تحت هبتدي اعلي عليه البوتاجاز في الاخر دقيقتين علشان خاطر ما يشربش معايا زيت كتير. كده حبايبي زي ما انتم شايفين هو اخد لون، هبتدي بس اعلي عليه النار اخر دقيقه علشان خاطر لما اطلعه ما يكونش شارب معايا زيت كتير. خلاص كده حبايبي انا هطلع حته البفتيك كده على مصفى علشان خاطر تنزل كل كميه الزيت اللي فيها. هطلع بقى بقيه، هكمل بقيه الكميه وارجع. طيب يا حبايبي علشان البفتيك لما نيجي نحمره الزيت ما يحرقش معانا البفتيك، هنبتدي نجيب كده المصفى ونبتدي نلم الحاجات اللي بتقع كده في المصفى بالطريقه ديت ونحطها كده في طبق علشان خاطر الحاجات دي طبعا كل ما هتيجي تحمري معاكي البفتيك هيسود معاكي خالص وهيتحرق معاكي، فعشان خاطر كده كل ما تعملي الطاسه تقومي جايبه المصفى كده ومصفيه الحاجات اللي واقعه دي كلها، لا اما حاجه تانيه خالص انك انتي بعد مرتين تقومي ناقله الزيت دوت في طاسه تانيه وتحمري بيها علشان خاطر الزيت دوت ما يحرقش معاكي قوي البفتيك. بيبي انا خلاص خلصت البفتيك، شايفين بسم الله ما شاء الله شكل البفتيك جميل ازاي. خلصته كده وحطيته في طبقين معانا، وعملت كمان جنبه شوية مكرونة، بجد لو جربتيه بالطريقة دي هيعجبك جدا. كده حبايبي اكون خلصت معاكم الوصفه اللي انا عملتها النهارده. هقطع معاكم حته كده علشان تشوفوا قد ايه البفتيك مستوي معايا وبيتقطع معايا بكل سهوله. شايفين ما شاء الله شكل البفتيكه عامل ازاي، واتقطعت معايا بكل سهوله ومش بتشد. كده حبايبي وصفتي اللي انا عملتها معاكم، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.